من أهم النقاط المفصلية والتي تعتبر لا منطقية عندما نقارن أنفسنا بالحضارات الأخرى أننا لا نوحد وجه المقارنة. إزاي يا عم ياسر؟ يعني والله هذا الغرب أخلاقه منحطة وسيء جدا والإباحية منتشرة فيه، وإحنا عندنا الإسلام قال إن يعني الحياء من الإيمان. إحنا مجتمعاتنا بيها الحياء. لاحظ كده معاه، أنت بتقارن، أنت قارنت السلوك الغربي اللي في المراقص ولا الملاهي ولا في الويك إند، قارنته مش بالسلوك العربي، أنت قارنته بالقيمة العربية، يعني قارنته بحديث أو قارنته بآية قرآنية. المجتمع الغربي مجتمع بالغ الوحشية ومجتمع مادي، وأما نحن العرب فمجتمع الرحمة. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والإسلام رحمة للعالمين. أنت وجه المقارنة، أنت قارنت سلوك غربي بنص قرآني. عاوز تقارن مقارنة صحيحة تعرف أنت واقف فين وسط العالم، لما تقارن قارن نص بنص وسلوك بسلوك. يعني المجتمع الغربي مجتمع أسس على الإنجيل وعلى التقاليد الرومانية. الإنجيل مليء بآيات الرحمة والمحبة، والقرآن مليء بآيات الرحمة والمحبة. لو هتقارن قيمة، قارن قيمة مع قيمة. لما تقارن سلوك، قارن سلوك مع سلوك. شوف احنا سلوكنا ايه الاخلاقي، وشوف سلوك الغرب ايه الاخلاقي. مثلا والله الغرب الاخلاقي يتقن العمل ويحافظ على المواعيد. ما ينفعش اقول احنا بقى ايه ان الله كتب الاحسان على كل شيء، واننا ان عمل عباده اكون ردي ما هو عدد ساعات العامل العربي. فاذا لما نوحد وجه المقارنه بيننا وبين الاخرين هيعرف مكاننا الحقيقي وسط هذه الحضارات. اما ان نقيم نص بسلوك او قيمه بآية أعتقد في خلل. لما نحب القارن نوحد وجه المقارنة ونقارن مقارنة دقيقة حتى نخرج بنتائج تقربنا من الخلل حتى نعالجه بإذن الله.